لسنوری اداره یا سربخو یا زاخو لکومالگه ها بگو و زارو که کچ لپنج مهی بکیشا 500 گرام جدایگ دبید. پیشتر نوشداران بده کبابن وی گوت بو ریجا مانا وی زارو که بو جیانه گلک کیمه. دبیت هین آماده بن بوش دزدان آگیانه وی. آی زوجتی آنی چنت بالباطوفا. لمن ولدت آنی بالباطوفا. آنی رحت على الشغل من الصبح حتى المغرب. المغرب رجعت. من رجعت المغرب لقيتها يعني بحالة سيئة حيل. نزيف ودم وهاي. رحت للجيران، جيران صراحة ما هاد يمي. رحت للتاكسي رأسا وجبتها ورحت للمستشفى الولادة مال زاخو. وقت وصلت مستشفى مال زاخو الساعة 8 طبعا، الساعة 8 وصلنا المستشفى حتى الساعة 9 9 مساء بالليل، يعني بالليل العفو. و جوا قالوا هاي زوجتك تاخذها معاك، الطفلة حالتها سيئة ما تقدر تشوفها ولا تقدر تاخذها معاك حتى حالتها الجيدة، ونتوكل امرك الى رب العالمين وصير يعني هذا. ايش قد كان وزن لما ولدت؟ وزنها 500 غرام استاذ. 500 غرام؟ اي 500 غرام استاذ. وحالتها مو زين يعني. حالتها بنوبة سيئة يعني دكتور. يعني دكتور شو قال؟ يعني أعطاكم أمل يعني شيء؟ لا الدكتور ما أعطانا أمل بها. قال هذا يعني حتى يضرب العالمين روحوا ارتاحوا. وهسه ايش قد صارت وزنها؟ وهسه لا الحمد لله يعني هاي 3 أشهر قال مستشفى زاخو هسه 3 كيلوات. 3 كيلوات؟ نعم 3 كيلوات. صحتها زين يعني ياكل ينام شيء كذا؟ اي نعم الحمد لله. نشكر الدكتور اديب ونشكر الدكتوره سوزان ونشكرهم حيل يعني على معاناتهم على رعاتهم على بنتنا يعني البارحه يعني من شفتها يعني ما كنت اتوقع هاي بنتي الصراحه يعني بصحه وشكلها و... نوجداري طيبت مند في زاروكيت بيجت روشا جدايك بونا زاروكن پنج مهي روشا كان نسروشتيا جبركو ايدي هشتا بتمامي اندام لشي دگشه دايا راستي يعني نسروشتيا مجود چنكو اي پنج هاي في وقت تي سر دنياي قلت شتي يعني تماما مثلا ناسي هاوي تماما ناري في كيوي حتى اكتيفيتي هاوي فعالي هاي بو يعني بخارنا شير يعني تماما نشي بشتي يعني بشتي دركه بتجي يعني في فترات دريج وقت مين دخل ستيدا مثلا دو هاي سي هاي نوت صار شو مشكله تشينوبن بس عندك كيم شو مثلا جبر اكسجين وقت يعني تورجرت عم نتشار اكسجين داني كان تاثير قاعد تشوفي وا يبان عند وقت امرت كنا مال امرت كنا دال تخذ تشواش بر تشوف فحص كات وعندك بتجيك منها يعني نزيف دماغي كيم شو بس هم مشكلة تاني واصل دهوكي هنا وشنا مال شو مشكلة شنا بون الزاخد هابون بس ما فريت كنا دهوكي بس أول جار الزاخد مينت وأمريت كنا مال وزنك باش وصحتك باش قلت بيجي ساخ لم يا زاخد بيجت جبري دمهان أم هاتن آگه دار كرن كل نخوش خانه زاروك بونه جنكات دوگيان زاروک بویا و زاروک وی ابتنی پنج مهه. هر زیر کارین تندرستی هاتن آماده کرن و زاروک هات و گوهستن بو چاف دیریا چر. بله بنا به خوده که ام بجین بریا سی حیفا نخوشخانه زاروک بونی زاروک اکات از سر دنیا پرگس می بی لی ام بجین پنج هیویش دایی بو او زاروک بگو ما نگهشتی بو کشای نیف کلو بو پاشان ما یاد بنچاف دیری ها نوشداری و و تیم پرستارن وی بشه نگهشتیان چاف دیری ها که باش لکر و دهیجی
هاتا بو دیکو بابان هاتا وگاست. نوجدارن تایبتمندن زارو کند بیجن گلک جاران زارو کن بویشیوی دهن هبونه بله شانس جیارا وان بو دنیای گلک کیمه.